وقال وزير الخارجية بدر عبد العاطي إنه بحث مع ناظريه المجري تطورات الأوضاع في المنطقة المحيطة بمصر، خاصة في ليبيا والسودان. وأشار عبد العاطي إلى أن مصر تستضيف الملايين نتيجة الصراعات في المنطقة. تحدثنا عن الاتجاه الغربي، عن الأزمة الليبية والأهمية التوصل إلى اتفاق يقضي بسرعة إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا، وبما يحفظ لليبيا وحدتها، وأن تكون هناك ملكية ليبية للتسوية بعيدا عن أي تدخلات خارجية، لأن الدور الخارجي للأسف الشديد يتسم بالسلبية إن كان في هذه الأزمات، وبالتالي لابد من التحرك الفوري لعقد الانتخابات والحفاظ على مؤسسات الدولة الليبية والعمل على توحيدها بأسرع وقت ممكن. تحدثنا أيضا عن الأزمة المتفجرة في السودان والأعباء الهائلة التي تتحملها الدولة المصرية في استيعاب مئات الآلاف بل الملايين من أشقائنا سواء من السودان أو من سوريا أو من ليبيا أو من مختلف أو من اليمن أو من الأشقاء الفلسطينيين.